بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذه نصيحة في دقيقة. يجب أن نحرص على الأغذية التي قدمها لنا القرآن، والقرآن لا يذكر شيئا عبثا. هناك غذاء مهم كثير منا يفتقده في بيته، يجب أن تحرص أن يكون هناك العسل في بيتك. العسل احرص عليه تماما. العسل أيها الأحبة، دققوا معي، يعالج الحروق، يعالج الجروح. العسل مفيد جدا للإمساك ولأمراض الجهاز الهضمي. العسل مفيد جدا جدا لمشاكل الأعصاب ومشاكل الهضم ومشاكل كما قلنا الإمساك أو الإسهال، يعني يمكن، ولكن بشرط أن تذيب العسل في كوب من الماء وتشربه. وإذا تناولت معه بضع حبات من التمر يكون يعني غذاء وعلاجا رائعا أخي الحبيب. هذا العسل يجب أن لا ننسى أن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. الله عز وجل يقول: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. الشفاء في القرآن لا كمادة غذائية لم يذكر إلا مع العسل. على فكرة ذكر الشفاء في القرآن كثيرا، ولكن الشفاء مع أي مادة طبيعية لم يذكر إلا مع العسل. فيه شفاء للناس. لذلك أرجو أن نستفيد من خصائص هذه المادة المهمة، وأن لا نحرم أنفسنا من فوائدها، وبخاصة في هذا الشهر الكريم شهر الصيام، لأن الصيام هو علاج. فيجب أن تختار أغذيتك بعناية في هذا الشهر. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، والحمد لله رب العالمين.